بصراحة بصراحة من كل قلبي أنا ما لقيتش تقدير ولا احترام ولا بصراحة روح معنوية ولا دكتور يخاف على الناس اللي عنده أكتر من الدكتور طارق الجندي. أنا مش بقول الكلام ده حد ملوني، لا أنا بقول الكلام ده شهادة لله سبحانه وتعالى بينه وبين ربنا كده للدكتور طارق، وبقول ربنا يبارك فيه في كل عمل بيعمله. ربنا يبارك له، ونفسها تكون أم تروح للدكتور طارق.